بطبيعة الحال الجمهور غيحج بكثافة إن شاء الله باش يساند المنتخب المحلي، ماشي لا الفريق الودادي لا فريق الرجاء. فإن شاء الله كنطالبوا من الجماهير تساندنا من أول دقيقة حتى لآخر دقيقة كيف ما عودتنا. إن شاء الله في المباراة الأولى غنحاولوا ما أمكن باش نحققوا 3 نقاط باش تعطينا واحد الدفع معنوي باش ندوزوا للدور الأول إن شاء الله، وديك الساعة إن شاء الله نفكروا في اللقاء إن شاء الله. فبطبيعة الحال فأي لاعب كيتمنى يلعب في المنتخب الأول كيبقى حصن شرف ليه، فبحكم أنني لاعب مغربي فهذا كيبقى واحد الحلم كبير. أي لاعب تسولو غيقول لك كنتمنى نلعب في المنتخب الأول. فإن شاء الله غادي نطور المستوى ديالي إن شاء الله، ونزيد نزيد من العمل باش إن شاء الله نكون في اللائحة الأخيرة إن شاء الله ديال كوب ديموند.